وقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية هدف لمشاركة بيانات توظيف خريجي الجامعة. وتهدف الاتفاقية إلى بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية ذات العلاقة بسوق العمل لتسهم بذلك في تقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات وصياغة السياسات المدعومة مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل. حول جهود الجامعة في خدمة خريجيها تنضم معنا المشرف على وحدة الخريجين الدكتورة نورة القحطاني. أهلا بك دكتورة نورة، مساء الخير. إذن يعني أبرز الأهداف من توقيع هذه الاتفاقية مع هدف. أهلا وسهلا وحياك الله، شكرا لكم قناة الأخبارية لإتاحة الفرصة للحديث حول هذا الموضوع. بداية أتت هذه الاتفاقية بين جامعة الملك خالد والمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية تطبيقا للتوصيات الواردة بالأمر السامي الكريم بقيام الجهات الحكومية بتبادل البيانات التابعة لها. وكما نعرف أن المرصد الوطني للعمل يقوم ببناء مؤشرات وإعداد تقارير إحصائية وتحليلية ذات العلاقة بسوق العمل، فهذه البيانات تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية بالجامعة لدينا وصياغة سياسات تكون مدعومة بالحقائق والأرقام واستشراف مستقبل سوق العمل من أجل خدمة الخريج على الوجه الأمثل. تبادل البيانات بين جامعة الملك خالد والمرصد الوطني للعمل حقيقة يعمل على تحقيق مستهدفات الجهتين، ويتم هذا التبادل وفقا لأغراض محددة وبما يضمن أمن وموثوقية وسائل المشاركة المستخدمة والمعمول بها في الأجهزة الحكومية كما تعلم. جميل، لو تحدثنا عن يعني الخدمات التي تقدمها الوحدة أو الجهود التي تقدمها الوحدة لخدمة الخريجين خلال يعني الفترة الماضية. بداية انطلاق من حرص جامعة الملك خالد على رعاية خريجيها وتعزيز التواصل معهم، رابطة الخريجين بالجامعة تعمل على تدريب وتأهيل وتوظيف خريجين الجامعة لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ومن ثم زيادة نسبة التوظيف. التدريب والتأهيل يأتي من خلال دورات قصيرة مجانية تقدمها الجامعة لخريجيها لصقل مهاراتهم، رفع مستوى الوعي لديهم بما يستجد في سوق العمل أيضا من متطلبات ومؤهلات. أيضا لدينا عدد من الاتفاقيات التدريب على رأس العمل بالتعاون مع جهات توظيف في القطاع الخاص وهدف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية. أيضا رفع الوعي لدى الخريجين بأهمية الشهادات المهنية والاحترافية المستجدة في سوق العمل. نعمل أيضا بالتعاون مع جهات ذات العلاقة بالجامعة من أجل تعريف الخريجين والطلبة بهذه الشهادات المهنية والاحترافية المطلوبة والتي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل. جميل، فيما يتعلق باستراتيجيتكم للمرحلة القادمة في وحدة الخريجين دكتورة نورة. نعمل على قياس نسبة التوظيف بشكل دوري اتجاهات سوق العمل نحو الخريجين، أيضا دعم الخريجين من خلال تطويرهم، إعادة تأهيلهم، تزويدهم بالمهارات المطلوبة لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل. أيضا تصميم مجموعة من المبادرات، وهذه المبادرات برعاية مباشرة من معالي رئيس جامعة الملك خالد تهدف لمساعدة الخريجين تهيئتهم للالتحاق بسوق العمل. وهذا العمل مثل ما ذكرت تكاملي بالتعاون مع جهات أخرى ذات علاقة بالجامعة، حيث أن التغذية الراجعة تسهم في وضع خطط التحسين والتطوير لبرامج الجامعة الأكاديمية المختلفة. أيضا نخطط لإشراك الخريجين في الأعمال التطوعية. جميع هذه المبادرات هي مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجامعة والتي بدورها متوائمة ومرتبطة باستراتيجية ورؤية المملكة 2030. أشكر وجودك معنا المشرف على وحدة الخريجين الدكتورة نورة القحطاني في جامعة الملك خالد في أبها.